خديجة بوربعة، نائبة رئيس جمعية الواحة آفاق وتنمية. هنا من سنتر شرف كنحتفلوا باليوم التخرج ديال المستفيدات عندنا في شعبة الحلويات. هذا السنتر هذا عنده كونفونسيون بين جمعية الواحة والتعاون الوطني. التعاون الوطني واحد المؤسسة اللي كتساعد الناس على اندماج في سوق العمل بدون تحديد لا السن لا المستوى الدراسي لا والو. حنا التعاون الوطني تيكون سند لينا وحنا شركاء معاه، واليوم كنحتفلوا بهذا النهار هذا 6/6 اليوم ديال شعبة الحلويات اللي كترأسها الشيف جوهرة التي قامت بمجهود تشكر عليه هي والمستفيدات. وكنتمنى يكون هذا المجهود هذا نال الاعجاب ديال الناس كاملين. الشعبه هذه كيكون التكوين ديالها مده عام، كيبدا من شهر 9 وكيسالي في شهر 6، الامتحان الاخير تيكون في شهر 6. كتاخذوا عليه في نهايه الدوره التكوينيه كتاخذوا عليه ديبلوم ديال التعاون الوطني. بهذه الحلويات فيها 17، وهاد فيهم النساء وفيهم البنات، كل واحد شنو قدم. دابا حنا في هذا النهار هذا كل واحده البلا ديالها شنو هو. كاين اللي دارت حلويات البلديه، كاين اللي دارت الكيك ديزاين، كاين اللي دارت التمر معمر. كل واحد هما كلهم هادشي راه تيعرفوه، غير كل واحد التخصص ديالو شنو دار، كل واحد علاش قد يدير. تنبغي نوجه لكم واحد الرساله من هذا المنبر، نقول للشباب كاملين مرحبا بكم في سنتر شرف اللي كيساعدكم باش تاخذوا واحد التكوين وتولجوا فيه لسوق العمل. انا زهره الهراري، مؤطره في جمعيه الواحه الافاق والتنميه. اليوم كنحتفلوا مع المستفيدات بالتخرج ديالهم في شعبه الحلويات. اليوم كنحطوا المنتوج ديالنا اللي كانت واحد الدوره مده سنه اللي كانت فيها لاباتيسري، كان فيها لي شيز كيك، فيها التمر، كان فيها لي كيك ديزاين. واليوم احنا مع المستفيدين فرحانين، كنتمنوا ليهم النجاح والاستمراريه في هاد الشعبه وفي هاد المجال ديال لاباتيسري. يا سويده مستفيده في شعبه حلويات سنه 2024 في مركز شرف. الحمد لله هاد السنه هادي دازت مليئه بزاف ديال الاستفاده، بزاف ديال الوصفات اللي عمرنا ما جربناهم، والحمد لله توفقنا وفقنا الله سبحانه وتعالى باش نوجدوا واحد المجموعه ديال الاشكال. داز واحد التجربه زوينه هذا العام، استفدنا بزاف ديال الحوايج واللي غادي يفيدونا من هنا للقدام، وغادي يفيدونا ان شاء الله باش نولجوا السوق ديال الشغل وخلق مقاولات علاش لا وتعاونيات بالتوفيق للجميع. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا ووفق جميع المستفيدات. وشكرا، الشكر الكبير للشيف جوهرة، شكرا لها بزاف لان استفدنا معها. وكذلك الشكر موصول للسيده خديجه، مدام طامو، مدام رشيده. المنبر هذا كنوجه رساله للشباب باش يلتحقوا بمراكز ديال التكوين، كمثال مركز شرف الابواب ديالو مفتوحه، علاش لا يتوجهوا ان شاء الله ليه باش يستافدوا ويولجوا سوق الشغل. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.